جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج. أليس الله قال: أليس الصبح بقريب؟ تأمل كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. من يحسن الظن بذي العرش جنى، حلو الجنى الرائق من شوك السقى. أليس الصبح بقريب؟